السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم بعنوان أقسام الفعل من حيث الزمن، موجه لتلامذة المستوى الثالث ابتدائي. أقسام الفعل من حيث الزمن، لنبدأ على بركة الله. الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو أنواع من حيث الزمن طبعا: الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الأمر. إذن ما هو الفعل الماضي؟ الفعل الماضي وقع في الزمن الماضي، يعني حدث وانتهى. الفعل الماضي وقع في الزمن الماضي يعني حدث وانتهى، يعني وقع وانتهى، لم يعد موجودا الآن. مثلا عندما أقول كتب فهو كتب وانتهى من الكتابة، وعندما أقول قرأ قرأ التلميذ فيعني هذا أن التلميذ قرأ وانتهى من القراءة. جيد، ما هو الفعل المضارع؟ الفعل المضارع يحدث في الزمن الحاضر، يعني أنه ما زال يحدث الآن. الفعل المضارع يحدث في الزمن الحاضر، يعني أنه ما زال يحدث الآن. هو لم ينتهي بعد، ما زال يحدث الفعل الآن. فمثلا عندما أقول يكتب، يكتب التلميذ، فيعني أن التلميذ ما زال يكتب، يكتب الآن وما زال يكتب. عندما أقول يقرأ التلميذ، فهذا يعني أن التلميذ يقرأ الآن وما زال يقرأ، لم ينتهي بعد من القراءة، ما زال يقرأ الآن في هذا الزمن الحاضر. أما بالنسبة لي الفعل الأمر، ما هو الفعل الأمر؟ الفعل الأمر هو طلب أو أمر سيحدث في المستقبل، هو طلب أو أمر سيحدث في المستقبل. الفعل الأمر سيحدث في المستقبل لم يحدث قبلا ولا يحدث الآن، وإنما سيحدث في الزمن المستقبل، فهو لم يحدث قبلا ولا يحدث الآن، وإنما سيحدث في الزمن المستقبل. فعندما أقول مثلا أكتب، فهو لا يكتب الآن، وإنما سيكتب بعد ذلك، سيكتب في المستقبل بعد أن قلت له أكتب. وعندما أقول له اقرأ، فهو ما زال لم يقرأ ولا يقرأ الآن، ولكنه سيقرأ في المستقبل. أكتب، اقرأ، أكتبي، اقرأي للمخاطب المؤنث، أنت اقرأي، أنت اكتبي. إذا أردت أن أخاطب الجماعة مثلا سأقول لهم اكتبوا الدرس، أو مثلا اقرأوا النص. جيد، إذن ماذا قلنا؟ بأن الفعل الماضي مثلاً، الفعل الماضي وقع في الزمن الماضي، يعني حدث وانتهى. الفعل المضارع يحدث في الزمن الحاضر، يعني أنه ما زال يحدث الآن. الفعل الأمر طلب أو أمر سيحدث في المستقبل. أصنف الأفعال التالية في الجدول: لدينا فعل ينظر، سمع، أجب، استمع، نجحت، يجري. إذن سنحاول أن نصنف هذه الأفعال في هذا الجدول، سنحاول أن نصنف هذه الأفعال في هذا الجدول. الفعل الماضي سنكتبه هنا، والفعل المضارع سنكتبه هنا، والفعل الأمر سنكتبه هنا. إذن مثلا عندما أقول ينظر، عندما أقول ينظر، هل هو فعل ماض أو مضارع أو أمر؟ حسب ما رأينا ينظر فهو ينظر الآن، فعل مضارع، فهو فعل مضارع. إذن انظروا معي، ينظر فعل مضارع.
لدينا فعل سمع، هل يسمع الآن؟ وإنما سمع في الماضي، سمع وانتهى من السمع، يعني أنه سمع وانتهى من السمع، إذن فهو فعل ماضي، سمع فهو فعل ماضي. أجب، لدينا فعل أجب، أجب فهو أمر، أجب مثلا أجب عن السؤال، إذن أجب فعل أمر، فأجب لدينا هنا فعل أمر، أجب. استمعوا، لدينا فعل استمعوا، استمعوا أيها التلاميذ، فأنا أوجه أمرا مثلا أو طلبا، استمعوا وسيستمعون إلي بعد ذلك، إذن فعل أمر كذلك، لدينا استمعوا كذلك فعل أمر. نجحت، نجحت التلميذة في الامتحان، نجحت التلميذة في امتحان، نجحت وانتهت، نجحت يعني في الزمن الماضي، إذن فهي فعل ماض، أو نجحت فهو فعل ماض، لدينا هنا نجحت فعل ماض. يجري، لدينا فعل يجري، يجري الآن، إذن فهو فعل مضارع، يجري فهو فعل مضارع، انظر معي، يجري فهو فعل مضارع لأنه يجري الآن. إذن هذا ما لدينا بخصوص هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.